عبد الله معتاز المحاسب، قلت حط ريقته عندك وحط له كيسه من اقول من استلم من الاخوان يحط قاسمه الله ما شاء الله. المهم من يوم اقفى الرجال قال لي ابو سليمان تعرفه يا ابو عبد الرحمن؟ قلت لا والله ابو سليمان ما اعرفه. قال هذا فلاح، قال هذا فلاح انقرم، هذا فلاح انقرم وسماه ما نبقى لين اسمه. يقول انه بشبابه انه هو وميمته وحريمته توه معرس باول عمره، هو وميمته وحريمته بصفيفة بالوادي هم قبل ينقد النور تقوم متال الليل وتصلي وهم تزعدهم وتاخذ المخلب تزعدهم وهم يلحقونه. يقول قدر الله انه احد نهدى لهم مطبقيه تمر لها الولد ومرت هناطه هو ومرته قال ما لا تدري امي او قالت له هالمره لا تدري امك اباك لها انا وياك شباب بمقتبل اعمارهم قاموا سلمك الله وحفروا له بمجبب ذا او بهصفيفه حفروا له حفره ودفنوه وحطوا الخصاب فوقه ثم الى قامت الاميمه وزعدتهم صلت وزعدتهم للصلاة أقفت هم اللي لا تلفت وشافوه رايحة قالوا تذهب الخصاف وحفروا وطلعوا طيب زيه وقاموا يعبسون وكلوا شاء الله يوم من الأيام إن المرة ما أدري وش نسيت ألم ومر تجي وتنكس يوم انكست ولاهم قاعدين يقولون تذا وذا ويطلعون المطبقي ويعبسون فلان اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي هذا وانا امك كمير قل امين الله يعافيك ولا يغنيك قلت الله يعافيك ولا يغنيك. يقول ابو سليمان يقول بتل الرجال من مقضب من المقضب رجال قرم ولا ابو ما شاء الله وسنع لكن سبحان الله العظيم ديون وفوق ديون ما اغتنى الى هالساعة وهو جايني يا شيخ شفت دعوة الوالدين الله يدفع الله يدفع بينما صح عليه بدعوة جيدة يعني صحته وبدنه طيب قالت الله يعافيك ولا يغنيك الله يعافيك ولا يغنيك بتل متعافي وما شاء الله ذا لكن فقر فقر اقول ملازمه الله يطول الوالدين مقبوله اي والله يا كافر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا على اموالكم ولا على اولادكم عسى ان توافقوا ساعه يستجيب الله لكم. كثير